إذا قبلنا نكملوا الدرس ديال اليوم، كان واحد الخطأ في الصوت، ما كانش مسموع في الصوت في الدرس السابق، وسنتابع الآن الشرح. إذا قلنا بأن ما كننساوش هذه العلاقة هذه مع هذه في التساوي، أن القوة F قوة تجاذب الكون بين جسمين هما الأرض والجسم A، و P هي أيضا شدة الوزن، وهي الوزن فهو قوة المسلطة من طرف الأرض على جسم. إذا غيكونوا متساويين، إذا F تساوي P، إذا سنحصل على العلاقة التالية P تساوي F، ولا كانت P كتساوي F غيولي عندنا ما يلي، هادي كتساوي هادي، هذا كيعني بأن هاد الشيء هذا كيساوي هذا. إذا هنا غادي نلقاو العلاقة التالية، إذا ام جي كتساوي جي في ام تي على ار زائد اش الكل اس 2. وهنا غنلقاو بأن جي تساوي بطبيعة الحال نختزلو ام من هنا، نختزلو ام من هنايا، ونختزلو ام من هنا، نختزلو هاد ام هادي، وغادي نختزلو إذا نختزلو هاد ام هادي عادي، غنلقاو هادي. ومنساوش بأن هنايا هادي فهي اش، يعني عند إذا أولا هاد الجي هادي اللي لقينا فهي شدة التقالة، الجي فهي شدة التقالة عند الارتفاع اش، كتساوي الجي في ام تي هي كتلة الأرض على ار الشعاع ديال الأرض زائد ارتفاع اش الكل أس 2. شنو هي شدة التقالة عند الارتفاع اش؟ الان داكشي اللي كتعرفوه نتوما قبل، هذيك الجي اللي كنتو كديرو الجي كتساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام، ولا كنتو كديرو 9 فاصلة، هذي كتسمى شدة التقالة عند سطح الأرض. شدة التقالة عند سطح الأرض، عند سطح الأرض هاد أش شحال كتساوي؟ عند سطح الأرض طبعا مفيش ارتفاع، وبالتالي فإن أش تساوي صفر، ولا كانت كتساوي صفر يمكن نحسبوها هي الجي في ام تي كتلة الأرض على الشعاع ديال الأرض أس 2، هذه هي عند سطح الأرض. كم تساوي شدة التقالة عند سطح القمر؟ هي نفسها جي، ولكن خصك تبدل غير الكتلة ديال كتلة القمر على شعاع القمر أس 2. كم تساوي شدة التقالة عند سطح زحل؟ إذا فهي جي شدة ثابتة التجاذب الكوني في كتلة زحل على الشعاع ديالو أس 2، وهكذا. إذا الآن أصبحنا نتعرف أو نعرف بعض العلاقات، وأهمها هو أن شدة التقالة عند الارتفاع اش تساوي هذه العلاقة. نتابع. إذا أصبحنا إذا نعرف العلاقة ما بين شدة التقالة عند الارتفاع اش التي يمكن أن نحسبها كما يلي. يمكن يطرح لك سؤال يقول لك ما هي العلاقة ما بين شدة التقالة جي زيرو عند سطح الأرض حيث جي أو الأش تساوي صفر، وشدة التقالة عند الارتفاع أش؟ إذا مثلا على سطح الأرض فإن أش تساوي صفر، وبالتالي سنحصل على أن جي زيرو تساوي جي ام تي على ار أس 2، هي اللي كنت عطيتكم مثال دابا ديال القمر وزحل إلى غير ذلك. إذا يمكن أن نكتب ما يلي: أن جي شدة التقالة عند ارتفاع اش، وعند ارتفاع اش تساوي ماذا؟ تساوي شدة التقالة عند سطح الأرض في ار شعاع الأرض أس 2 على شعاع الأرض زائد الارتفاع الكل أس 2. شوف الآن إذا كانت اش تساوي صفر، إذا كانت اش تساوي صفر غتولي عندك ار تي اس 2 على ار تي اس 2، وبالتالي غتختازل بيناتهم، ستحصل على ان جي زيرو تساوي جي زيرو. الان السؤال هو كيفاش لقينا هذه العلاقه هذه؟
إذا هذا هو السؤال اللي يمكنكم تبحثوا عليه باش تلقاو ما هي أو كيف حصلنا على هذه العلاقة بين شدة التقالة عند الارتفاع أش وشدة التقالة عند سطح الأرض. إلى هنا تنتهي هذه الحصة، وسنتطرق إلى طريقة أو الإجابة عن هذه العلاقة. يجب أن نبين هذه العلاقة باستعمال العلاقات الرياضية والعلاقات اللي كنعرفوا ديال الفيزياء.